Okay, sorry, we're back. The Zoom has a limited timing because it's the free version of 40 minutes, okay? Okay, so we will continue. We stopped, I believe, here. Harvey Sachs began his work. Sachs, if you remember, Sachs. Sachs, okay, this is the second time for Sachs. Began his work in conversation analysis. بدأ ساكس شغله في تحليل الconversation by noticing the ways in which people's in which spoken interaction could go wrong when people rang into a helpline at a physical بنقسم الكلمة in order for you okay psychiatric okay hospital okay فهو طبعا it's not important here لكن هو حلل الخطاب by the ways in which the spoken interaction could go wrong إن شلون إن أو كيف إن اللي بيعمل المحادثة ممكن يفهم بعض خطأ okay and about the implicit cultural rules that underline the conduct talk وهذا هو أهم شيء هو قاله إنه الimplicit implicit شيء مخفي شيء مو ظاهر implicit cultural rules الأشياء التقليدية أو ال الأحكام التقليدية، الأشياء التقاليد، العادات، التقاليد اللي كل شخص بيصدق فيها أو بيؤمن فيها بتأثر على كيف إحنا بنفهم الكلام. نفس ما خذينا مثال التحية، في ناس بتحيي بالرأس نفس اليابانيين إماءة الرأس، أوكي؟ في ناس بدول ثانية بتعتبر مثلا أمريكا تعتبر إماءة الرأس إهانة، إنه لا لازم إنه أنت تحكي how are you أو to say something، أوكي؟ اوكي فهذا بيعتمد على اختلاف الثقافات احنا عشان ما نفهم بعض خطا لازم نفهم الكالتشر لكل شخص قدامنا احنا بنعمل معه كونفرزيشن وبالتالي تكون الكونفرزيشن ناجحه فهو بيحلل الخطاب عشان يكتشف هذا الشيء انه شو هي الكالتشر اللي موجوده عند كل شخص وبتاثر على فهمهم للخطاب وكيف ممكن يفهموا الخطاب خطا اوكي او الكلام يعني الخطاب الحواري يعني الكلام Opening and the closing of conversation. طبعا دام حكينا opening and the closing معناته بداية ونهاية معناها small talk معناها اللي هو greeting مثلا greeting good morning good evening goodbye whatever and these things. Sachs again Sachs talks about a procedural rules اللي هي rules اللي فيها procedures okay rules of etiquette okay which people tend to follow. One when one person addresses another اللي هي القواعد المعينة أو الخطوات المعينة اللي بيمشي عليها شخص وهو بيحادث شخص آخر. The first speaker has social right to choose the form of address and طبعا من ال form of address من the opening and the closing يعني هي شوي غريب موضعها يعني أنا شفت إن الكاتب الكتاب مخربط الكتاب لهيك أنا بعامل الملخص الملخص لا المعلومات منظمة أكثر يعني أنت بتحكي عنوان هالفقرة إنه هو بداية ونهاية الخطاب أو المحادثة أوكي ليش حاطط الفورم of address الفورم of address اللي هو مدام مدمزيل مستر ميسيز أوكي اللي هي الألقاب إن إحنا كيف بنحترم الآخرين الألقاب اللي بنحترم فيها الآخرين أوكي فهو بيحكي إنه الألقاب هاي يعني مثلاً بأمريكا بيعتبروا مدام إهانة مدام إنه يعني أنت بتحكي عليه عجوز أوكي لكن مثلاً هو بيحكي مس لا بالدول الثانية المفروض يحكي فهذه الأشياء اللي إحنا بنحكي إنه هم بيفهموها خطأ أوكي طيب أنت بتحكي عن بداية ونهاية الكونفرزيشن ليش حكينا عن هاي الأشياء فهو حاط عنوان تحت عنوان ثاني مختلف تماماً أنا نفسي كطالبة وقت كنت طالبة يعني واجهت صعوبة بهالجزئية لأنه بيجيبوا سؤال بالميدترم عن الفورمز اوف ادريس أو مثلاً الأوبنينجز اند كلوزينج أو إني كونفرزيشن فبنضطر إنه نحن تبقى نكتب عنها فالطالب لا طب أنا أكتب عن هاي وهاي مع بعض ولا لا لأنه ما تحت بعض سو لا ما نكتب عن الاثنين مع بعض يو نو فهاي هي اللي يعني الذكاء في كتابة الكتاب شوي it was like you know okay and that there are predictable returns that the second speaker might routinely choose from the fill next speaker slot. إنه طبعاً في بيكون في توقعات من المتحدث الأول متوقع أشياء بيتوقعها من المتحدث الثاني. يعني مثلاً أنا أكيد good morning لو واحد مثلاً بيبيع كافي فأنا متوقع إنه هو بيحكي لي good morning madam. أوكي بس لا هو مثلاً حكى لي good morning miss.
فاذا انا واحده مثلا عجوز باخذها باهانه، ان انت بتتمسخر علي انه انا عجوز and these things. اوكي، فاحنا بيكون في predictability، احتماليه، يعني لا مش احتمال، predictable، توقع، ان انا متوقع، ان انا متوقع شو المحتمل انه الشخص اللي قدامي يقوله. اوكي، sex refers to adjacency pairs. Adjacency pairs هي هاي اللي بتعتمد على ال predictability. ال adjacency pairs، ساكس هو اللي حكى عن الادجسنسي بيرز، اوكي، وحكى عليها ان هي مهمه. شو هي الادجسنسي بيرز وليش اسمها بيرز؟ من اسمها بيرز يعني تيجي بشكل اثنين، 2 2 2 2. اوكي، والادجسنسي بيرز معناها اللي هي الاشياء اللي احنا بنستخدمها انتو، لايك جود مورنينج جود ايفنينج، سلام سلام، السلام عليكم، عليكم سلام، هاو ار يو، ام فاين. فبتعتمد حتى السؤال بيعتمد سؤال وجواب، تحيه ورد التحيه، invitation ورد الانفيتيشن او قبول او رفض الانفيتيشن. اوكي، كل هالاشياء اللي بتجي in pairs. اوكي، بس there is nothing more here. Conversation analysis refers to this proper way of responding as the preferred response. لما الشخص بيجاوب الجواب اللي احنا متوقعينه بيصير اسم هالجواب preferred response، وهذا من نوع الاحترام في الكلام، إنه إحنا الاحترام في الكلام إنه إحنا بنستقبل الإجابة اللي إحنا متوقعينها. يعني مثلاً أنا دعيت واحدة مثلاً رفيقتي على مثلاً طلعة، إنه إحنا صارنا كتير ما طالعين، يلا نطلع. فأنا متوقعاً، أنا صار كتير ما شفتها وإحنا الاثنين close friends، إن هي تقبل. فهذا ال preferred response، هذا ال response اللي أنا متوقعيته، هو بالنسبة لي هو الأفضل. لكن إجا الرد بالرفض، هيك لما الرد بالرفض عكس المتوقع فيصير this preferred response اللي هو الرد الغير مفضل أو اللي أنا ما فضلت إني أسمعه. كل هذا طبعا الأشياء اللي إحنا بنناقشها من بداية الشابتر لهلأ كله عن structure and function of talking أو of talking. ال structure تكوين والfunction أهداف الكلام. كل هذا يعني إذا السؤال إجا على section function of talk بيكون ملخص الشابتر للأسف. أوكي، هل راح نكتب كل شيء بالتفصيل؟ طبعا لا، لأنه عدد كلمات معين إحنا مرتبطين فيه. لكن عادة beautiful team B بغض النظر عن كل مواد الجامعة، أكبر واجب هو واجب beautiful team B. الواجبات عادة بتكون 1200 1400 1500 maximum. أوكي، لكن beautiful team B 2500 البحث، 2500 كلمة البحث. أوكي، فأطول بحث مر علي خلال الجامعة كلها U14 B، لأنه كمية دسمة وفي كتير معلومات. أوكي، أوكي، the opening غالبا تتكون من pairs of utterances، مجموعة من الكلام يجوا بشكل اثنين، نفس ما قلنا offer، بنقدم عرض، بنقدم دعوة، followed by بيتبعها يا إما قبول أو رفض. أوكي، apology اعتذار، compliment مدح، followed by either ان احنا اعتذرنا او مدحنا، ويا اللي قدامنا بيتقبل او بيرفض هذا الشيء. directive followed by either compliance or refusal. rejection رفض، فهذا الرفض بيتقابل بالرفض، يعني انا جالي لا sorry not here. directive ان انا مثلا سألت ان تعريف مثلا شيء whatever ايا كان يعني and so on. so هذا بس امثله. اوكي، الاعتذار وقبول الاعتذار او لا، يعني اوكي so many things. the apology opening، البدايه دائما تحتوي على emphatic communion. اوكي، ليش حكينا emphatic communion؟ لانه بيكون فيها تواصل. اوكي، هذا هو الكوميونيكيشن، بيكون فيها communication من كلمه communion. اوكي، انه فيها تواصل، انا بدي اعمل حوار، لهيك I am doing this opening. البدايه opening. There are also important rituals for closing. في تقاليد معينة أو شكل معين للclosing، نهاية الكلام. بتعتمد على شو؟ Thank you. Thank you again. Good evening. It was a great evening. Okay, no, no, not good evening. It was a great evening مثلا. Thank you for your time. Taking up your time. Okay, I took so much of your time. اللي هي الكلام اللي احنا بنحكيه نعني فيه انه انا خلصت، انه انا بشكر اللي قدامي وبحكي ان شاء الله سيوني، على حسب السياق، مو شرط بس هذول، لا على حسب السياق. نفس احنا مثلا in Arab countries بنحكي السلام عليكم for instance. وكيف هذا closing، بنحكي في نهاية الكلام، في نهاية الخطاب، في نهاية الحديث. turn taking،
هذا من الستركتشر اوف توك، وهذا الشيء من ضمن شوي خربطة الكتاب. طب يعني انتوا حاطين يعني هذا من الستركتشر اوف توك، بس انتوا حطيتوا عنوان مختلف اللي هو opening and closing، بداية ونهاية، والturn taking موجود بالبداية والنهاية اوكي، لكن كمان موجود في الوسط، في وسط الكلام. فانتوا يعني حاطين عنوان كبير بيجي لحاله، اللي هو لما مثلا بيحكي discuss the structure of talk، structure بس ما بيحكي الفانكشن، الستركتشر البناء، طريقة بناء الكلام. مو حكينا عن الفانكشن الهدف، بناء علاقة، عمل كذا عمل كذا، حل مشكلة، لا. فالturn taking هو أصل تكوين الكلام، هو turn taking. شو يعني turn taking؟ من اسمها turn يعني دور، دور مين يتكلم؟ أنا سألت فهذا دوري، اللي قدامي دوره إنه يجاوب، بعدين أنا علقت على الرد، فهذا turn يعني هذا بيحكي، هذا بيحكي دوره، بعدين هذا دور، هذا مرة، هذا مرة، هذا مرة، هذا مرة، وهيك بتتم المحادثة. وينك؟ صباح الخير، صباح النور، وينك؟ موجودة، وينك من زمان؟ هاي موجودة، أوكي؟ بيكون A, B, A, B, A, B, A, B, first one, second one، وإذا ثلاثة، وإذا أربعة، وإذا عشرة، A, B, C, D, A, B, C, D، يعني أربع أشخاص بيحكوا، بيصير أول شخص يحكي، ثاني شخص، ثالث شخص، أوكي؟ فهذا turn بينتقل من شخص لشخص، يعني شخص حكى، بعدين شخص، بعدين شخص، بعدين شخص، that's it، أوكي؟ لكن اوكي، هل هي بهالسهوله؟ لا، مش بهالسهوله طبعا. لازم الفلسفرز بيعقدوا كل شيء، العلماء لازم يعقدوا كل شيء، او المحللين او اللينغويست لازم يعقدوا كل شيء بسيط. يعني اذا شفنا من الماده من برا كثير سهله، كثير تافهه، نحكي صباح الخير، صباح النور، شو بنحكي، شو بنتكلم، اشياء اصلا نحكيها كل يوم، ليش لا تروحوا تحللوا في شيء ما بيحتاج تحليل اصلا؟ ليش تعصبوا، تصعبوا الحياه يعني؟ اوكي، بس unfortunately they did so. conversation analysts، المحللين اللي بيحللوا conversations، المحادثات، show that everyday conversations have organized and of an orderly structure. وهذا الشيء بيجي دائما بالكويز للأسف، وكل الطلاب بيخطئوا فيه، إنه بيحكي المحادثة اليومية everyday conversation بتكون مرتبة، يعني فيها structure، ترتيب معين، مو إن هي chaotic. دائما بستخدموا كلمة chaotic، I'll just write it here، فوضوية. بيحكي إنه everyday conversation، المحادثة اليومية، is a chaotic language، إن هي محادثة فوضوية. I'll just write it here. فوضوية. فاهمين شو يعني فوضوية؟ طيب من الفوضى، يعني ما فيها ترتيب، شيء فوضوي. Okay, I hope it's clear. Okay. ليش؟ لأنه إحنا حكينا إنه الـ everyday conversation، المحادثات اليومية، بتتم في مكان مو institutionalized. فالمكان لما يكون institutionalized بيكون formal وبيكون في rules، فمعناها هذا عكس هذا، يعني الـ everyday talk عكس الـ institutional talk، وهذا صحيح. لكن هل هذا معناته إنه لأنه المكان الـ institution بيكون في rules، فهل هذا معناته إنه المكان اللي إحنا اللي هو الـ everyday conversations اللي إحنا بنعملها ما يكون فيها rules نهائياً؟ وتكون فوضوية، فيها فوضى بالكلام؟ لا طبعا، احنا للأسف بنعمل مقارنة وبنحط هذا ايه، هذا لا، هذا ايه، هذا لا، هذا ايه، هذا لا، لا. في اشياء مشتركة منها الorganization، لكن هل هالorganization بنفس قوة الinstitutional talk؟ طبعا لا. اوكي، لكن هل هو فوضوي لدرجة فوضوي؟ no. فهو organized، yes، في ترتيب وفي organization وفي structure. اوكي، despite the fact that they are first and spontaneous، على الرغم من انهم spontaneous يعني تلقائيين، يعني ممكن انا ماشي بالطريق فجأة بشوف احد، انا مثلا شفت رفيقتي ما شفتها من زمان، والكلام هذا انا مو مرتبته براسي، يعني انا الكلام اجى بوقت الموقف نفسه، مو انه شيء انا فاهمته او حافظته، نفس مثلا الجوب انترفيو. اوكي، فهذا الشيء فرق كمان بين الايفريدي توك وبين الانستتيوشنال توك، انه الايفريدي توك او الايفريدي كونفرسيشن تكون spontaneous يعني تلقائية، تحدث في نفس الوقت اللي بيحدث فيه الموقف. Okay. The speakers usually take turns and overlap. Overlapping نفس فكرة turn. Overlapping نفس قلنا إن حد بيحكي وحدة تاني بيحكي، فإنه كأنه بياخذ الدور منه. لكن الترن هذا بيحكي، هذا بيحكي، هذا بيحكي، هذا بيحكي. لكن الاوفرلاب انه مثلا حدا بيحكي وانا قطعته واخذت منه دوره في الحكي وانا حكي، فهذا اسمه اوفرلاب. اوكي،
ف speak simultaneously يعني بشكل متوازي. شو يعني بشكل متوازي؟ يعني بنفس الوقت، اوكي، simultaneously معا او بنفس الوقت، اوكي، يعني ممكن الاصدقاء بيحكوا بنفس الوقت او انا بحكي بنفس الوقت اللي فيك تحكي فيه او اقاطع كلامها او سؤال. فالترن هون بيكون frequent. frequent يعني سريع، انه انا اخذ دورها بسرعه، المفروض انا اعطيها وقت دورها يكون اكثر في الكلام، لكن انا اخذت وقتها. اوكي، بغض النظر عن الكونتكست، the speakers need to and usually try to cooperate with one another. بغض النظر عن السياق، يعني هل هو everyday ولا هل هو institution، لازم يكون في تعاون بين الأشخاص في الكلام، إنه أنا أعطي مجال اللي قدامي أنا أسمعه وأنا بعدين أحكي. نفس الadjacency pairs، فهذا هو من الadjacency pairs، نوع من أنواع ترتيب الكلام أو الorganization للكلام. إن أنا بحكي صباح الخير صباح النور، فأنا قلت صباح الخير ووقفت وسكت، نطرت اللي قدامي يرد، فهذا turn وهذا ترتيب للكلام. اوكي، ما حكيت صباح الخير من زمان like a robot, it's not working like that. okay, so grammatical knowledge، المعرفة القواعدية، and the knowledge of paralinguistic codes اللي هي paralinguistics، الأشياء اللي بنستخدمها مع اللغة، such as intonation، نبرة الصوت أو علو الصوت وانخفاضه، and eye contact. مثلا اللي هي paralanguage أو paralinguistic اللي هي الأشياء اللي بنستخدمها وإحنا بنحكي. مثلا وإحنا بنحكي نتواصل بالأعين، نتواصل مثلا نرفع الصوت عند التعصب، مثلا بنعمل إشي معين، فهذه الأشياء هي اللي اسمها paralinguistic أو paralinguistic codes أو paralanguage. نفس الإيماءات، نعم، اللي هي الإيماءات بالوجه بالحركات، صح؟ بالضبط. Okay, so where did we start? Interlocutors يعني المتحدثين. Okay, المتحدثين يعني interlocutors يعني two people speaking to each other، الشخصين اللي بيتحدثوا لبعض، مو شرط اثنين. Respond at the end of a unit of speech rather than in the middle. بيتحدث الشخص، كل شخص بيتحدث في نهاية الكلام. يعني مثلا أنا عم بسأل سؤال، فرفيقتي بتنطر لبين ما أنا أخلص السؤال بعدين ترد، ما بترد بنص الكلام. أوكي، لو إذا بحكي لها شو أخبار، هي بتنطر أنا أكمل، ما بحكي شو أخبار، بتحكي والله الحمد لله تمام، شو أخبار الماما، شو أخبار البابا، شو أخبار الطلعة مثلا، whatever. أوكي، فبتختلف. أوكي، من شخص لآخر. At the end of each unit comes what Sachs called transition relevant place. The transition relevant place هو المكان، هو مكان. هذا المكان مو مكان، لا، الوقت أو الوقت الموقف اللي هذا الشخص بيقف فيه والشخص الثاني بيبدأ يتكلم. يعني شوفوا حتى هاي حاطينها اسم علمي معقد، transition relevant place، transition الانتقالية، إن أنا بنتقل من مكان لآخر، يعني انتقال من شيء لشيء، فمن هذا الانتقال من شخص بيتحدث لشخص آخر يتحدث. أوكي، بيتم اختصارها في TRB، Transition Relevant Place. The speaker may pause، المتحدث ممكن يوقف very briefly بوقت قصير for a response، لأنه بينطر جواب. But it is equally likely that other speakers having anticipated or opportunity will come in with their next turn, perhaps resulting in slight overlap. Okay, لكن طبعا يعني ممكن واحد، وانا مثلا انا سألت السؤال فبسكت وبنطر قدام ان هو يجاوب، لكن احيانا بيحصل overlap. Slight overlap. Overlap بسيط، انه انا مثلا وانا لسه بحكي حدا تاني بيجاوب، او انا مثلا لسه بحكي good morning بتحكي good morning. Okay, not like that. اوكي، فبيحكي اوفرلاب بسيط مش كثير، لانه عاده لا ننطر لنخلص الجمله. الاوفرلاب يعني الحديث الكلام before the transition relevance place، ان انا اتكلم قبل ما اللي قدامي يقف ويعطيني الاذن انه انا اتكلم. طبعا احنا ما بنعطي نحكي يلا تفضل جاوب، لا، بنوقف. فهذا الوقوف اسمه transition relevance place، انه هو الوقت اللي انا بعطي مجال للآخر إنه يتكلم، الانتقال من شخص يتحدث لآخر. فالكلام يعني مثلا أنا بحكي
وشخص عمل overlapping قبل ما أنا أعطيه transition relevance place، يعني قبل ما أنا أسكت بيعتبر interruption مقاطعة، إنه هذا الشخص هيك قاطعني. أوكي، فلازم المتحدث ينطر transition relevance place عشان يتحدث، وإذا عمل overlapping يعتبر interruption مقاطعة. بودو مرة ثانية concept of authority in speech act activity. Politeness and interpersonal meaning. Kaufman, an American sociologist, introduced the term face to refer. طبعا face اسمها face works. Okay, باختصار Kaufman اتكلم على face works. Face works اللي هي التعبيرات اللي بنعملها بوجهنا واحنا بنتكلم، هي para language بيستخدمها ليقدم face threatening، انه انا بدي اهدد شخص فبنظر له نظرة تهديدية، أو face saving إنه أنا بدي أحافظ على نفس ما نحكي حفظ ماء الوجه، نفس هذا الشيء. يعني مثلا تعرض لموقف محرج فابتسم، فهذا الضحك أو هذه الابتسامة أو هذا الشيء اللي عمره إنه هو بيحافظ على منظره قدام الناس، إنه بينقذ حاله يعني. أوكي، نفس الشيء. أوكي، face threatening هي بتخلي الآخرين to lose face. lose face يعني يخسروا شخصيتهم، أنا هددت شخص بنظراتي فهذا الشخص خاف فأنا هيك انتصرت عليه، صار في okay just like that. وهذا نوع من speech acts اللي هي الأفعال اللي أنا بنقلها خلال اللي يعني أفعال مرتبطة بالكلام، يعني أنا بدي أهدد شخص بس ما تكلمت، نظرت نظرة حارقة مميتة، الشخص فهم التهديد. okay، فالspeech acts مرتبطة بالكلام والفعل، سواء الكلام اللي أنا بعبر عنه بالفعل أو الفعل اللي أنا بعبر عنه بالكلام. politeness اللي هو طبعا احنا بنتكلم عن البولايتنس الاحترام، او اوكي الاحترام ان احنا بنكون بولايت في التعامل. اوكي، فهذا الشيء من البولايتنس انه احنا لا ما بنهدد مثلا، احنا لا بنعمل تعبير بالوجه اللي قدامنا وصلته المسج بدون ما احنا نعمل شيء امبولايت او غير محترم بدون سب يعني. clear examples of face work cannot be noticed in the opening especially in closings. اوكي، الفيس ووركس غالبا بتكون في بداية ونهاية الخطاب. اوكي، بس هيك there is nothing here. اوكي، طبعا البولايتنس تشمل terms of address، نفس ما اخذنا terms of address اللي هي مدام، ان انا بحترم مثلا دكتور، دكتور كذا، ما بروح دكتور الجامعة تعال يا محمد. اوكي، it's not working، لازم نحكي يا دكتور محمد، مستر كذا. اوكي، مو تعال محمد like it's your friend or someone playing with you in the garden or something. لا، اوكي، فهذا من الاحترام، لهيك احنا بنحكي من البولايتنس ان احنا نستخدم terms of address للشخصيه المناسبه. اوكي، نفس مثلا من يعني من الاشياء التافهه للالقاب اللي احنا ما بنلقي لها بالا هي نفس بابا مام من داد، ما بنحكي مثلا بابا مثلا الاب اسمه محمد بنحكي يا محمد. نو no. You have to say dad. But dad هو اللقب أصلاً. Okay؟ فهذا term of address اللي هي الألقاب اللي إحنا بنستخدمها. وبتعتمد على relative status. بتعتمد على درجة القرابة. أنت قديش قريب مني لدرجة إنه أنا أناديه باسم الأول بدون ما أستخدم social distance. بدون ما أعمل فرق اجتماعي بيننا أو أعمل مسافة. Okay؟ فاستخدامي لكلمة دكتور، استخدامي لكلمة تعمل مسافة إنه أنت لا، أنت لك قدرك، لك احترامك، لك تقديرك، وأنا بقدر هذا الشيء. وحاطتك المكانة أعلى مني، لهيك أنا عاملة distance مسافة وبحترم. وهذا الشيء طبعا لما يكون في احترام بيعمل solidarity تقوية للعلاقات بين الأشخاص. والterms of address طبعا شارحين كلهم نقطة بالdetails. أوكي، أوكي، وأعطي مثال، ما في شيء it's not really important. لو أعطي مثال نفس mom، نفس dad، نفس auntie، عمة، profession على حسب المهنة، nicknames نعطي ألقاب، gender على حسب ال man or a woman. وطبعا الألقاب تعتمد على إيش؟ تعتمد على الأيج، العمر، تعتمد على social position، الوضع الاجتماعي، etc. وغير هيك يعني، مثال بس. أوكي، درجة من ال terms of address كمان إنه بيعتمد على الفورماليتي، إذا الوضع اللي أنا فيه أو المحادثة اللي أنا بعملها too formal يعني رسمية جداً فلازم أستخدم ألقاب أقوى.
إذا الفورماليتي أقل يعني مع صديق مع قريب لا يعني فربطوه الترمز اوف ادرس مع الفورماليتي. إذا الموقف فورمال جدا بستخدم ترمز اوف ادرس قوية نفس أنت داد أوكي مثلا. إذا الرسمية أقل تعتمد على درجة قرابة الشخص نفس ما قلنا يعني there is nothing new here أوكي. ممكن الترمز اوف ادرس هل الترمز اوف ادرس دائما ترمز للاحترام؟ لا ممكن استخدم ترمز اوف ادرس أو الألقاب لأنه أنا أهين شخص. كيف ممكن أستخدم مثلا شخص حكيت عنه مثلا أنه هو African فهذا لقب أنه أنا بحكيه African أوكي. فهذا إذا هو أسود شخص أسود ومو أفريقي أصلا يعتبرها إهانة أوكي. وفي إذا مثلا حكينا للدكتور Boy come here boy he's a doctor أوكي فطبعا هذا إهانة للدكتور إنه boy okay as he is you know a little child. communicative strategies استراتيجيات المحادثة أو الخطاب أو الcommunication أو التواصل اللي هو conversational style. طبعا هيك إحنا خلصنا نص chapter okay إحنا هلا بالنص الثاني. مو معناه النص إنه هو النص بالضبط لا إنه خلصنا فكرة وهلا انتقلنا لفكره ثانيه. هل فكره conversational style طريقه الكلام نفسه على شو بيعتمد طريقه الكلام؟ فالconversational style بيأثر على شكل الكلام والformality وطبعا كل شيء خاص فيه طريقه تكوين الكلام نفسه. يعني conversational style طريقه الكلام كيف طريقه الكلام رح ناخذ بالتفصيل don't worry. a conversation style شو يعني conversational style refers to the compilation of features related to the meaning and management of conversation such as بيعتمد على معنى الكلام المعنى والترتيب اللي احنا بنستخدمه للكلام prosody اللي هي طبعا الريثم القافية and intonation اللي هي الصوتيات okay overlapping اللي هو مقاطعة الشخص اللي هي تعتمد طبعا على turn taking okay امتى بيكون في turn taking امتى بيكون في overlapping امتى بيكون في rhythm intonation امتى بيكون في repetition تكرار امتى بيكون في use of laughter ضحك امتى بيكون في tolerance تراحم او تسامح امتى بيكون في ضوضاء امتى بيكون في silence سكوت او صمود ways of using anecdotes okay اللي هي متى نوقف متى نكمل متى نوقف okay asking questions okay etc okay والبارا لانجويج كمان امتى بنستخدمها كيف بنستخدمها and so on. كل هذه الاشياء تعتمد على الكونفرزيشن اللي هذا هو الكونفرزيشنال ستايل الستايل اللي هي هالاشياء كيف الكونفرزيشن هل فيها كذا 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 اوكي تعتمد على ايش فرح نشوف تعتمد على بعض الاشياء تعتمد على cultural differences تعتمد على الاختلافات الثقافيه إيدز تكلمت بديانا إيدز طبعاً إحنا نحكي إيدز خلاص كتبت مقال عن هذا الشيء الكالتشرال ديفرنسز وكيف بتأثر على فهمنا للكلام نفس ما عطيت مثال قبل إنه ممكن حد بيحكي مدام ناس بتشوفها شيء إيجابي ناس بتشوفها شيء سلبي فشكل الكلام اختلف باختلاف الثقافة. أنا رحت أمريكا بعرف إن هم في أمريكا بيعتبروا كلمة مدام سلبية فما بحكي فبغير طريقة الستايل تبعت كلامي لتتناسب مع الكلتشر المختلفة اللي أنا رايحتها okay that's all هذا هو بس هم بيستخدموا كلمات معقدة لشرح أشياء بسيطة فإحنا بنشرح الأشياء ببساطة لكن لما نجي نعبر عنها بالكتابة لازم نكتب بشكل معقد فلازم نحفظ الفوكابلوري طريقة الكلام الفوكابلوري هذا اللي أنا بترجمه لهيك أنا بترجم المصطلحات لهيك حتى ملخصي مو حتى كله عربي لا حتى عربي وانجليش عشان العربي يشرح الانجليش لكن ما تستغنوا عن الانجليش لانه لازم الانجليش نكتب نفس الطريقه اوكي it suggests that the lack of personal privacy in the aboriginal lifestyle may have led to indirect verbal style اوكي انه مثلا انه انا ما عندي خلفيه عن اللي قدامي بيؤدي الى كلام غير مباشر يعني اللي قدامي ما بيفهمه هي عطت مثال في reading في الكتاب انه مجموعتين من الناس
مجموعة منهم بتهتم للإكسبريسينج بيرسونال أوبينز، بتهتم للتعبير عن الأفكار. أوكي؟ to supply express personal opinions, supply information or account for actions directly. Okay. فلازم هم مجموعة من الناس بتعتمد على تعبير عن الآراء بتوضيح المعلومات أو إن هم بيوضحوا أفعالهم بطريقة مباشرة. بيحكي يعني في صراحة في الموضوع، كل واحد بيحكي أفكاره ومعتقداته بشكل عادي. This indirectness is not equal to original. لكن في المجموعة الثانية هذا الشيء is not unique. Okay. فهذا الشيء موجود، يعني المهم انه في طريقة معينة في الكلام مجموعة بتعملها المجموعة الثانية ما بتعملها، فبيصير سوء فهم. Okay. It's often achieved by the multifunctional nature of utterance. Okay. It's also interpreted request for favor. Are you going to? Okay. مثال. اوكي. multifunctional، multifunction يعني لها كذا function، هدف. ليش الحوار او الكلام او الخطاب او الconversation له كذا هدف. اوكي. مثال whether a question، انا سألت سؤال شنو الغرض منه. interpreted as ممكن request، لا ممكن طلب خدمة او شيء معين، ممكن يتم فهمه على انه هو طلب للخدمة. are you going to use your English book this evening؟ فلما احد بيسأل هالسؤال، هل أنت راح تستخدم كتابك الإنجليش اليوم؟ فراح تتوقع أنه هو راح يطلبها منك، راح يطلب الكتاب. أوكي؟ فهذا التحليل بناء على شنو؟ بناء على المعنى الموجود في السؤال نفسه. Up Originals، هذه مجموعة من الناس اسمها Up Originals. Response to White People، مجموعة ثانية اسمها White People. In Directness، فهذا في Direction، في مباشرة. يعني هذا السؤال واضح منه وضوح تام إنه يبون، يعني مثلا سائل السؤال يبي يستعير الكتاب. In interactions offer indulge gratuitous okay concerns and apparent agreement. غالبا هالنوع من الأسئلة لما يكون في favor، واحد بيطلب طلب، إنه طبعا بيكون في قبول. While all that may be intended is that the conversation might move on. Okay. ويتم التوقع ان اللي قدامنا راح يوافق وبالتالي المحادثه بيننا راح تستمر. This may create great misunderstanding. يتم فهم الامر بشكل خاطئ اذا اللي قدامنا رفض. اوكي. بغض النظر طبعا اشياء يعني like you know. هو بس بيعطوا مثال just to explain. Communicative strategies نفس العنوان. Another area of variation is gender. فاحنا اخذنا اول شيء اللي بيخلي فيه اختلاف the conversational style، أول شيء الكلتشر الثقافة، اختلاف الثقافات. فأخذنا مثال ل white people وأخذنا مثال ل up original اللي هم not white people، وشفنا كيف إن هو بيفهموا بعض خطأ. رح نأخذ gender differences، اختلاف النوع ذكر أم أنثى. Do you think there is a difference between conversational style of men and women؟ هل تعتقد إن في اختلاف في الحديث أو الخطاب أو طريقة الكلام بين الذكر والأنثى؟ Yes. It is argued that women are less competitive. Okay, كلمات المهمة I'll highlight them in in orange, not orange. This is red. In red and more cooperative. خل حدد less competitive. لا تخدم competitive بروحك. Less competitive and more cooperative than men. إن هما شنو معنى هالكلام؟ Competitive جاية من كلمة compete. Compete here. compete المفروض هذا الاي اي compete يعني تنافس. فاحنا نقول ان النساء تنافسهم اقل في الكلام وتعاونهم cooperative او جاي من كلمه cooperation تعاون، وتعاونهم اكثر. يعني هم less competitive، التنافس بينهم في الكلام اقل والتعاون اكثر من الرجال. معناته ان كلام الرجال competitive وكلام النساء cooperative متعاون. الرجال متنافسون والنساء متعاونات في الكلام. And work harder to make the interaction run smoothly. والنساء يعني بتكون هدف أسمى لها إن تساعد إن في إن الكلام يتم بشكل سهل ومبسط وسلس. For instance, by encouraging others to talk. ممكن النساء تشجع النساء الآخرين، يعني مرأة تتكلم فتشجع المرأة الأخرى إنها تتكلم. مو إن هي أنا المهم إن أنا أفوز، لا أنا أخذ دورها، أنا أتكلم
أوكي؟ فهذا معناه أنهم متعاونات في الكلام. إن لا ما يسرقون دور بعض، أوكي؟ في شوي organization. وما في تعاون بينهم إن لا I have to give her a chance. ففي encouraging others to talk، فتشجع الآخرين على الكلام، ويستخدمون أكثر face saving. الفيس سيفنج خل أقول لكم كلمة بالعربي تختصر عليكم عوار الرأس فيها، مجاملة. فيس سيفنج هي المجاملات. المجاملات أنا إذا قلت الصدج اللي داخلي اللي قدامي راح ينجرح، فبضطر أسوي فيس سيفنج بحيث إن اللي قدامي ما ينحرج، فهذا من الاحترام أو من إن أنا أحترم نفسي. يعني مو إن احترام أحترم اللي قدامي، أو أوكي أحترم اللي قدامي، بس الشخص لما يحترم حتى اللي قدامه مو محترم، هو يحترم نفسه. فالبلايتنس أنا أشوف من وجهة نظري إن الاحترام يكون من النفس مو بسبب الآخرين. فإحنا نحترم الآخرين لأن إحنا محترمين، أوكي؟ فهذا هو أساس الفيس سيفينج، إن أنا إذا عندي احترام ما راح أهين أحد، ما راح أقول كلام عليه، you understand؟ فالوومن لا، الوومن حساسين فما يسوون هالأشياء، ما يقولون كلام. يعني مو مثل الرياييل ما يقول مثل واحدة رفيجتها تعالي يا ما أدري شنو ويسبون، لا الرياييل يسوون. يعني حتى بالشارع إحنا نسمع الأصدقاء الشباب مثلا يسبون على بعض تعالي يا ما أدري شنو، هذا عادي عندهم. كنا قال يا مهند كنا قال something good. لكن النساء لا، حساسين ويعتمدون على البولايتنس أكثر. فهي كلنا إحنا نشوف يعني حبيبتي يا عمري ما شنو انت، ما كلها مجاملات. فهذا في سيفينج، هذا بلايتنس. نروح عند شات الريايل او مثلا شات بين شباب يقول لها يا عمري مثلا، ما اتوقع. I don't think so. They just do this. Women just do this. I'm sure. الا اذا مثلا مثلا a girl and her boyfriend، هذا exception، هذا استثناء. احنا قاعدين نتكلم عن علاقه المين with each other، كلام النساء with each other مع نساء. اوكي فلا ما يكون فيها الكلام كل ابدا. فهذا من البولايتنس. فاحنا نقول ان النساء في عندهم الاحترام والبولايتنس اعلى، والفيس سيفنج المجاملات اعلى واعلى واعلى، يعني ما يتوصل. عندنا ثلاث اسماء وايد مهمين، بس انا ما راح اكبر لان التكبير يخلي الكلام ينزل تحت، لان عندهم مسويين البيج صغيره شويه. اذا كانوا مسويين البيج صغير، I don't know how to magnify it, how to make it bigger, I don't know, I'm afraid to ruin it. اوكي لا هذا يعمل زوم، انا ابي اكبر هذا اللي برا، بس I don't know how. فلما اسوي انا magnification تكبير، شوف الكلام يروح تحت، فما راح اسوي تكبير anymore. لكن انتم خلاص ان it's important. اوكي لاكوف وجودوين وكاميرون، راح ناخذ كاميرون ثالث وحده بالبيج اللي وراها. لاكوف وجودوين وكاميرون بس نشوف بالاختبار conversational style معناتها هذيل الثلاثه، لازم شرط نتكلم عنهم الثلاثه ونظرتهم. أوكي نظرتهم عن الكومبريزيشنال ستايل وشلون يتم تكوين الكلام. نروح لأول واحدة لقاف. لقاف she argued that the difference is because، ليش هالاختلاف اللي فوق اللي احنا شفناه، ليش في اختلاف؟ في اختلاف، فهي تقول ان في اختلاف، لان في علماء من اللي تحت راح ناخذهم يقولون ان ما في اختلاف بين كلام الرجل والمرأة، يعني كلام حوار الرجل، طريقة الرجل في الحوار نفس طريقة المرأة في الحوار. لكن لا كافة تقول إنه في اختلاف بين كلام الرجل وكلام المرأة. ليش؟ because they are pro تم تنشئتهم في مجتمع less powerful in society. النساء تم تنشئتهم في مجتمع أقل، يعني دورهم في المجتمع أقل قوة من الرجال، فهذا الشيء يأثر على شخصيتهم وطريقة كلامهم. فدائما نشوف المرأة إن هي ضعيفة. أوكي إذا المرأة مو ضعيفة، شلون نقولها؟ أنثوية. فيشوفون إن هذا من الضعف، إن هي ما تتحمل responsibilities في المجتمع. أوكي خلينا نقول يعني قديما، إحنا الحين قاعد نتكلم في العصر القديم، وحتى حاليا في ناس تعتقد نفس الاعتقادات القديمة، إن المرأة ما عندها القدرة الحازمة والقوة العقلية إن to take high positions in the society، تكون مثلا قائدة جيش مثلا، ما أشوف المرأة قائدة جيش for instance. فهذه الأدوار القوية هي اللي تعطي للمن أو للرجال دور قوي في الكلام، فيكون كلامهم حاد. لكن النساء بالطبع إن في المجتمع طبعا they are less in the society وأدوارهم في المجتمع غير حادة وغير عنيفة،
فيكون حديثهم بنفس الرقة. Okay. And to display reference towards women, towards men, which they do through being more hesitant and indirect. فالمهم النساء less powerful وعندهم hesitant and indirect. يكون عندهم hesitant اللي هو التردد، يكون التردد أكثر في الحوار، وindirect يعني ما يكون بشكل مباشر. Look up suggest that تقترح إن الwomen use more tag questions، تستخدم أكثر tag questions. التاك كويشن اللي هو مو كذي، اوكي يعني مثلا انا اقول ان هالقهوه زينه، مو صحيح يعني مو صح كذي، مثلا هالدرس حلو صح، هالدرس حلو مو بينه، فاحنا ناخذ راي بعض، نهتم لاراء بعض، فنستخدم وايد تاك كويشن. راي ممكن لا ما ياخذ، يعني يعتمدوا شخصيتهم قويه، فلا انا اخذ قرار بنفسي، انا اقرر، انا اشوف هذه يو نو ذيس يو نو ذا واي مين سي ذيم سيلفز، نفس الافكار هذه التقليديه موجوده. اوكي فدائما يستخدمون تاك كويشن اكثر من الرجال، ما نقول ان الرجال ما يستخدمون لا، بس اكثر نساء. And more indirect polite forms، ونستخدم النساء يستخدمون اسلوب محترم في الكلام indirect غير مباشر، يعني could you possibly، هل من الممكن، يعني تقدرين، يعني مثلا بالعاميه اكثر عشان نفهم توصل الفكره، راح اعذبك معاي، تقدرين بس تسوي لي هذه، رأيي لا روح سوي هذا ولا شيء، امر اكثر. لكن لا، النساء ما يطلبون بشكل مباشر، لا يكون في بولايتنس، من شذي احنا قلنا اندايركت يعني غير مباشر. اوكي احترام غير مباشر. اوكي ما قلت لها يا ملكه يا مقدسه وات ايفر، لا، لكن انا في، لا في كلام في صيغه احترام. انتنسيفايرز، انتنسيفايرز اللي هم لايك فيري، اللي هي تعتمد شوي على الوصف، اللي هي في ال very kind مثلا، oh very cute, oh my god what is that, very cute, very nice, awesome، التعبيرات فتكون في النساء أكثر من الرجال. وهذا طبعا إحنا نتكلم عن conversational style، يعني كيفية تكوين الكلام، يعني شلون شكل الكلام، فهذا شكل الكلام يكون، يكون في tag questions، يكون في احترام، صيغة الكلام تكون بهالطريقة، يكون في كذا، يكون في كذا. فهمنا الفكرة؟ Goodwin Goodwin كمان تقول إن men and women speak differently، يتكلموا بشكل مختلف. Not because of asymmetrical power relationship between them، اختلفت Goodwin مع Lakoff. Lakoff قالت إن في اختلاف بين حديث الرجل وحديث المرأة. وشنو كان الجستيفيكيشن؟ شنو كان السبب اللي هي اخترعته أو قالته إن سبب الاختلاف؟ إن بالنسبة للاكوف قالت إن في asymmetrical power relationship between them. شنو يعني asymmetrical؟ asymmetrical يعني غير متوازن، يعني تقول إن الرجال لهم دور في المجتمع أعلى من النساء. الرجال هم قادة المجتمع، هم الأقوياء، هم اللي عندهم قوة، هم اللي عندهم شخصية، هم اللي، وبالتالي كلامهم يعكس شخصيتهم. والنساء لأن دورهم أقل في المجتمع فيعكس هذا، هم منعكس في طريقة كلامهم، هم ضعاف، فهذا الشيء ينعكس في هذه الأشياء اللي يتكلمونها. لكن Goodwin قالت لا، الاختلاف، أنا نعم أقول إن في اختلاف بين كلام الرجل والمرأة، لكن مو بسبب الـ asymmetrical power relation، مو بسبب العلاقة الغير متوازية بين الطرفين، لكن بسبب شنو؟ they are socialized into different gender subcultures as children through play. فربطت اختلاف طريقة الكلام باللعب وهم أطفال، أو طريقة التنشئة وهم أطفال. فنشوف إن الأطفال وهم صغار، إن الأولاد يلعبون ألعاب competitive فيها تنافسية أكثر، hierarchical games، أوكي الأشياء اللي يكون فيها مثلا أنت قائد وأنا بساعد وهذا كذا وهذا كذا، أوكي يكون في عندهم تنظيم، من شذي كلامهم منظم، competitive تنافسية، من شذي كلامهم تنافسي، أوكي بسبب الألعاب اللي كانوا يلعبونها بالطفولة. وهذه الالعاب اللي يلعبونها في الطفوله تتشكل من المجتمع، يعني مثلا يقولون البنيه ما يصير مثلا تلعب بوكسينج مثلا، المجتمع التقليدي، ما نتكلم عن الاوبن، العالم الحين اوبن، المراه تسوي كل شيء واي شيء، والرجل ممكن يسوي اي شيء وكل شيء، حتى اذا شيء انثوي او شيء خاص بالمراه. لا بس احنا يعني نتكلم في الناس الطبيعيين الناس النورمال، اوكي يعني نتكلم في الناس النورمال، او خلينا نقول الناس التقليديين، اوكي عشان ما حد يقول اذا حد
عادي عنده. So it's my opinion. لكن أوكي الناس التقليديين أو الناس اللي بالعصر القديم العصر الحجري أوكي لا تزعلوا يشوفون إن دور الرجل إنه لا دور الرجل ما يصير مثلا الرجل dance like a woman مثال ما يصير dance like a woman والمرأة ما تصير مثلا تلعب boxing. فيحطون الأطفال الشباب أو البويز في ألعاب كلها تحديات كرة قدم بوكسينج تيبل تنس كل الألعاب فيها تحدي 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 بينما البنات يلعبون أشياء تعاونية أكثر ويكون في indirect suggestions ويكون في اقتراحات indirect يعني حتى هم يلعبون لا في احترام أوكي يعني حتى ألعاب البنات تحسونها تافهة شوي ما فيها إن تحدي وركض وهذا واركض وروح لا أشياء بسيطة للبنات ومن كذي كلامهم هم يكون بسيط وما يكون إنه معقد أو ما يكون فيه تحديات. في كتاب طبعاً أمريكي يتكلم عن الجندر ديفرنسز الاختلاف بين المن والومن اسمه Men from Mars what I think men women here the myth of Mars and Venus okay the myth of Mars and Venus ويتكلم فيه عن الجندر differences okay يتكلم فيه عن اختلاف إن المرأة من المريخ والرجل من الزهرة أو العكس ما أذكر صراحة تقريبا men from Mars الرجال من المريخ والنساء من الزهرة إنه من كوكبين مختلفين تماماً من كثر الاختلافات اللي بينهم فهني كاميرون رأي كاميرون تشوف راح نشوف شنو رأيها في الموضوع في موضوع الاختلافات She argued earlier that male students in their conversation showed solidarity هي قالت إن الرجال في الحديث مالهم يكون في solidarity ترابط and were cooperative when talking or when each other in private فهي عكست كاميرون قالت العكس قالت إن الرجال هم اللي في كلامهم في cooperation تعاون gender is not expressed through speaking style as such topics تقول إن الجندر يعني اختلاف الرجل والأنثى مو هو السبب في اختلاف الكلام يعني كلام مختلف يعني تقول شيء مختلف إن تشوف إن الجندر مو هو السبب في اختلاف speaking style much as topics لكن تشوف إنزين وين الاختلاف ليش في اختلاف هي تقول مو سبب الجندر السبب هو topic الموضوع يعني إذا النساء تكلموا عن موضوع معين راح يكونون فيه مثلا يستخدمون نفس طريقة كلام الرجال وإذا الرجال تكلموا في موضوع معين موضوع نسائي ممكن يستخدمون نفس طريقة النساء أوكي رأيها غريب لكن أشوفه صحيح نوعا ما Both males and females showed more cooperative and less competitive styles in family contexts. Okay, الرجال والنساء اثنينهم كانوا متعاونين في كلامهم أكثر لما يكونون مع العيلة وعندهم تنافسية أقل لما يكونون مع العيلة. Myth solidarity singling features. Okay, إنها طبعاً يقوون الروابط الأسرية والعائلية. فيكون في تعاون في الكلام اوكي ما يكون في تحدي لانها مو بحرب هذه العيله اوكي فقالت كاميرون اوكي نحفظ الاسم قالت ان الاثنين نفس الشيء يعتمد على التوبيك الموضوع او يعتمد على المكان نفس ما قلنا الفاميلي مثلا التوبيك الموضوع عن شنو فاميلي فلا هم الاثنين راح يبدون نفس رده الفعل او نفس الكلام مو السبب مو ما راح يكون في اختلاف بسبب انهم مختلفين لا اذا اختلف الموضوع هم اللي راح يختلفوهم اوكي كاميرون has taken this further to argue the popular conceptions of various of variation across the gender divide are not supported by evidence ان كل الناس اللي قبل اللي هي طبعا شيغلوف اللي هم العلماء اللي احنا اخذناهم قبل لاكوف اند جودوين اوكي الاثنين هم رايهم ما بيعتمد على evidence دليل men and women are not alien to each other النساء والرجال ليسوا اغراب عن بعض يعني مو من الرجل من لا اوكي she wrote a book كتبت كتاب اسمه the myth of mars and venus
في كتاب غير هذا الكتاب اسمه الرجل من The Man is from Mars and Women are from Venus. هذا اسم الكتاب الأصلي. هي كتبت كتاب ضد هذاك الكتاب الأولي، كتبته The Myth of Mars and Venus، أسطورة Mars and Venus، يعني أسطورة هالكلام، يعني هذا الكلام مو حقيقي، الأسطورة عكس الحقيقة، الحقيقة شيء صحيح، الميث شيء غير صحيح، أوكي؟ شيء مؤلف، شيء تأليفي. فهي كتبت هالكتاب كاميرون اسمه Myth of Mars and Venus، بتناقض فيه وتضاد كل الأفكار الموجودة في الكتاب اللي بيفرق بين الرجل والمرأة في طريقة كلامهم وتصرفاتهم وكل شيء، أوكي؟ يعني كاميرون ما تشوف إنه في اختلاف. She argues that there are more similarities، إن في تشابهات بين كلام الرجل والمرأة عن الاختلافات، يعني الاختلافات أقل من التشابهات، يعني التشابهات أكثر، متشابهين أكثر. She gives examples of cultures، وطبعاً دعمت هالأفكار في دلائل من محادثات من مجموعات مختلفة، ووضحت فيها إن الرجال كانوا cooperative، كانوا متعاونين في طريقة كلامهم، وإن في بعض المواقف النساء كانت confrontational يعني competitive يعني تنافسية في كلامها. مو المفروض الرجال هم تنافسيين والنساء هم متعاونين، على حسب العالمين اللي طافوا كاميرون ويتش دائما أقول شيغلوف لأن في شيغلوف أصلاً، لاكوف أوكي أوكي. فهي تختلف مع لاكوف وغودوين في إن في اختلاف بين الرجل والمرأة في طريقة الكلام، إنهم قالوا إن النساء متعاونين والرجال هجوميين أو عدوانيين. هي لا، قالت إن في بعض الحالات الرجال ممكن هم اللي يكونوا متعاونين والنساء هم اللي يكونوا عدوانيين. فالستايل الـ conversational style of men and women used to speak not to be explained by either dominance or difference. فالاختلاف ما في بين المرأة والرجل dominance. Dominance يعني هيمنة، يعني ما في واحد منهم بيهيمن يعني أعلى من الثاني. نفس ما قلنا asymmetrical relation power، إن العلاقة مو بسبب asymmetrical relations، مو إنه بسبب توازي في العلاقة، إنه هذا مختلف، هذا أعلى، مكانته أعلى، أدواره أعلى، أو الاختلاف، أوكي؟ لكن في الأبرينجينج، لكن في التربية، في طريقة التربية للتو جندرز، نفس ما أخذنا عن طريقة التربية، إنه هي بتشوف إنه كيف الأطفال تربوا، فهذا الشيء هو اللي بيأثر على طريقة الكلام نفس ما أهلت جودوين. هي بتتشابه مع بعض الآراء، إنه هي بتشوف إنه الأبرينجينج اللي هو التربية مهمة في تشكيل الكلام الأطفال، في تشكيل الشخصية وتشكيل الكلام. أوكي، هذا طبعاً ثلاث علماء وكلامهم عن الجندر ديفرنسز بيلعبوا فيه لعب الدكاترة. مين بيحكي إنه في اختلاف، مين بيحكي إنه ما في اختلاف، مين بيحكي إن الومن كوأبريتيف، مين بيحكي الومن ليس كوأبريتيف، مين بيحكي بدنا ننتبه. مو شرط إن شفنا cooperative نحط صح، أو مو شرط إن شفنا cooperative نحط woman، لا، ممكن تحكي نفس ما شفنا ورا less cooperative، يعني less competitive، إنه إذا حكينا woman less competitive يعني أقل هجومية، فصح. مو شرط إن شفنا competitive نحط خطأ، مو شرط إن شفنا woman مرأة مع competitive مع مثلا Luckhoff، لأن Luckhoff تحكي إن woman cooperative متعاونين، فإذا شفنا العكس، إذا شفنا لكم مع competitive دايركت تحطون خطأ، وهذا الشيء اللي بيخربطكم، هذا الشيء تسرع، لا تتسرعوا، شوفوا في more في less، شوفوا مكتوب بعدين قرروا الجواب الصحيح، لأن الدكاترة طبعا مو أغبياء، الدكاترة ما بيحطوا شيء أي أحد يحله، لا. أوكي، identity، شو هي الidentity؟ لازم نفهم شو هي الidentity. كلمة identity مستمرة معانا لين التخرج، وراح تفيدنا في، يعني راح تفيدكم في الحياة العامة، إنه بتخلي منظوركم للحياة شوي مختلف. الidentity هي الهوية، الهوية هوية الشخص، أوكي؟ في هوية اجتماعية، في هوية ذاتية. الهوية الذاتية أنا 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 هويتي أنا. الهوية الاجتماعية أنا ككويتية في مجتمع كويتي، أوكي؟ مثلاً. فالidentity هي الهوية. شو يعني هوية باختصار؟ هي مين أنا، كل شيء بيكون الأنا، مين أنا، أفكاري، معتقداتي، ديانتي، تجاربي، الأشياء اللي بحبها، من أتفه شيء لأكبر شيء، الأشياء اللي بكرهها من أصغر شيء لأكبر شيء، طريقة الكلام، طريقة كل شيء،
شوفوا مين أنا وحطوا تحتها يعني لا بكرة الناشوناليتي الأريا العرق الجنس مثلا ذكر أو أنثى whatever 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 keep writing till tomorrow and you will never finish okay فالidentity مهمة ومهم نفهم شو يعني أصلا identity يعني الجندر من الidentity الكالتشر من الidentity كل الأشياء اللي إحنا أخذناها بتأثر على الكلام من الidentity okay فمن هيك لما هي كل هالأشياء هي بتشكل الidentity وإحنا كل شخص عنده identity مختلفة في الكتاب بيحكي إنه كل شخص وهذا طبعا شيء معروف بكل العالم إنه مستحيل نلاقي شخصين في العالم كله عندهم identity متطابقة 100% وبيحكوا إنه الidentity like thumbprint نفس بصمة الإصبع تتشابه مع الآخرين لكن لا تتطابق أبدا في أي حال من الأحوال وبالتالي بما إنه الأشياء اللي بتكون الكلام هي اللي بتكون شخصيتنا وبما إنه كل شخص مختلف عن التالي وبالتالي طريقة كلام كل شخص والconversational style لكل شخص مختلفة عن الشخص الآخر بشكل أو بآخر بنسبة أو بأخرى ما في اثنين على وجه الأرض طريقة كلامهم نفس بعض سواء طريقة الكلام أو الكتابة إحنا بنناقش talk أو writing بس يكون في طريقة conversation محادثة أوكي لكن إحنا بنحكي in larger scale بشكل عام أكثر عام أكثر عن موضوع الidentity إنه مستحيل عشان هيك بيكشفوا الغش للأسف اللي بيروحوا بيشتروا واجبات بيكشفوا من طريقة الكلام من طريقة الكتابة حتى الروبوت هو الكمبيوتر بروجرام بيكشف هالتشابه بسبب إنه مستحيل اثنين يكتبوا بهالطريقة المتقاربة لبعض أوكي فهذا موضوع الidentity وإنه هو كتير important وperformativity جاية من كلمة perform انتوا تركيب الكلمات بيخربطكم بتشوفوا كلمات سكيب انا ما تعرفوا اوكي لا perform من perform something is to do something انه الاكت يعني performativity انه احنا بنجيب شيء على ارض الواقع يعني احنا بنأدي تأدية شيء فهذا الشيء اللي انا قلته طبعا هذا الشيء هو اللي مكتوب انه احنا واحنا بنحلل كلام شخص لازم نركز على الانديفيدوال يعني شخصي خاص بكل فرد فرد لازم واحنا بنحلل الخطاب نركز على فرد وشو هي اللينجويستيك فيتشرز اللي هو مقتنع فيها شو يعني اللينجويستيك فيتشرز المعلومات اللي عنده عن اللغه الانجليزيه مثلا اثنين بيعملوا محادثه بالانجليش ثقافتهم الانجليزيه في الانجليش بتشكل الكلام هذا محترف هذا مو محترف كلام اختلف revealing or useful than focus on combining a combination of features مو إن نركز على a combination of features يعني ما نشوف هذا مع هذا مع هذا يعني مثلا اللغة مع العين مع الترابط مع كذا مع طريقة كذا مع الجندر مع كذا مع كذا لا من كثر ما الأشخاص مختلفين لازم نحل كل شيء بروحه okay؟ طبعا هذا بيعتمد على الidentity والسوشيال ايدنتيتي يعني الناس مثلا السوشيال ايدنتيتي يعني مثلا مجتمع كويتي سوشيال عكس انديفيدوال انديفيدوال شخص واحد سوشيال اكثر من شخص فالسوشيال ايدنتيتي مثلا اذا حكيت سوشيال ايدنتيتي بيفهم منها انه مجتمع كويتي فمثلا الايدنتيتي للمجتمع الكويتي بتتقارب بنسبه اكبر من شخص كويتي مثلا وشخص امريكي اوكي ليش لأنه بيكون الثقافة تقريبا متقاربة العادات التقاليد بيكون في أشياء متقاربة أكثر أوكي فهذا الشيء اللي بيحكوا إنه السوشيال ايدنتيتي بتأثر على الكلام فبيصير يعني مثلا المجتمع الكويتي أو نشوفهم إن هم بيحكوا مثلا بنفس طريقة الكلام أو الايدنتيتي تبعهم هويتهم هوية الأشخاص بهذا المجتمع الاختلاف بينهم نسبته قليلة وبالتالي نسبة اختلاف الكلام قليلة إيكرت argues that style performance إنه إحنا بنأدي اختلاف الستايل are part of both formation and expression of identity اختلاف الكلام هو يعني تعبير عن الidentity أنا بعبر عن مين أنا شو بحب مثلا واحدة حكت لي شو رأيك تروحي على البارتي اليوم معي وإحنا حكينا إنه هذا من نوع conversational style إحنا حكينا إنه بيكون في adjacency pairs إنه حكينا إنه بيكون في question and answer okay فواحدة هيها عملت turn معي وسألت تيجي معي على الحفلة اليوم أنا شخصيتي identity إنه أنا ما بحب الحفلات فبحكي لها no فأنا رفضت الانفيتيشن رفضت الدعوة وجاوبت على سؤالها بنو
فهذا النو أو هذا الرد وضح my identity شخصيتي، إنه أنا ما بحب هذا الشيء، وضح إشي بشخصيتي، إشي عني، أي معلومة عن أي شخص هذا يعتبر من تكوين الايدنتيتي، شو بنحب شو ما بنحب، وين بنروح وين ما بنروح، okay everything everything أكثر ما بتتخيل، وحتى طريقة اللبس، الألوان، oh my god everything every single detail you love you like you do you know، حتى الكلمة اللي بنعرفها هذا بيأثر على الايدنتيتي، بيأثر على هويتنا واختلاف الهوية. Each has a toolbox of communicative resources, both linguistic and paralinguistic, that produce communicative style. كل واحد من كل شخص عنده إشي براسه اسمه toolbox، نفس صندوق الأدوات اللي طبعاً مكونات الهوية بيرمزولها. مكونات الهوية كلها براسنا، وبالتالي بتختلف في اللينغويستيك والبارالينغويستيك، يعني الأشياء اللغوية والأشياء التابعة للغة اللي إحنا بنستخدمها في producing أو في إنه إحنا بنعمل conversation، إنه إحنا ومن هذا من طريقة الكلام بنعمل presentation of persona of the self، بنعمل presentation تقديم، بنقدم شخصيتنا أوكي أو ذاتنا، بنقدم شخصيتنا الذاتية، إنه شخصيتنا الذاتية اللي الخاصة فينا إحنا، أنا ذات أنا أوكي. multilingual، احنا خلينا ناخذ كلمه كلمه لانه بتشوف الكلمات الكبيره بتخرعوا. مالتي لانجويج، مالتي فانكشن، مالتي، اي مالتي مع اي كلمه معناها متعدد، متعدد اللغات، متعدد الوظائف، مالتي فانكشن متعدد الوظائف، مالتي لانجوال متعدد اللغات او متعدد اللغات اوكي. كونتكست، سياق فيه لغات متعدده، وشنو يصير؟ speakers are able to draw on linguistic resources from more than one language، من أكثر من لغة. performing complex identities، بتكون الidentities معقدة، نفس ما أخذنا فوق إن في social identity، فالحديث أو الخطاب أو الحوار بين social identity الوحدة، يعني مثلا المجتمع الكويتي يكون سهل، الحديث يكون متشابه وسهل، لكن لما يكون في multilingual context، في سياق، في لغات مختلفة، دام اللغة اختلفت معناها الكلتشر اختلفت. في كتاب بيقول إنه الأساس الكلتشر، أساس الثقافة هي اللغة. I was like oh my god how، كيف إنه أساس اللغة، أساس الكلتشر أو الثقافة هي اللغة؟ إنه بس بنسمع شخص بيحكي مثلاً لبناني، كل المعتقدات والأفكار اللبنانية والأشياء اللي إحنا مكونينها براسنا عن لبنان صارت بهذا الشخص خلص أوكي. فاللغة تعكس الكلتشر، والكلتشر أساسها اللغة. فلما إحنا بنحكي عن more than one language، يعني شخصيتين مثلاً أو أكثر بيعملوا conversation، حديث سوري أو خطاب أو حوار، ولغاتهم مختلفة، معناهم cultures مختلفة، وبالتالي complex identities، هوياتهم معقدة مختلفة تماماً بعيدة. نفس ما حكينا إنه social identity متقاربة، multicultural context identities اللي فيه بتكون معقدة، وبالتالي الكلام معقد وما رح يفهموا بعض أوكي. يعني أنا لما بسمع أصلاً واحدة جزائرية مثلاً بتحكي ما بفهم شيء nothing أوكي. فهذا نفس هيك إنه complex الidentity معقدة أكثر فما بنفهم أوكي. ممكن كلام كلمة قالتها مثلاً في دولتها معناها شيء، عندي أنا معناها شيء ثاني وبفهمها غلط أوكي. فبيكون حتى الحوار معقد، طريقة الفهم معقدة، كل شيء يعقد إذا في multilingual speakers، يعني متحدثين بيتكلموا بلغات مختلفة أوكي. فغالباً لهيك كعلاج لهالمشكلة، غالباً المالتي لينجوال سبيكرز المتحدثين اللي عندهم لغات مختلفة بيعملوا كود سويتشينج. كود سويتشينج يعني التبديل بين اللغتين، يعني مثلاً أنا بعرف عربي وإنجليش، وأنا مثلاً جنسيتي مثلاً إيجيبشن، واحدة اللي قدامي كويتية وبتعرف إنجليش، شو هي اللغة اللي مشتركة؟ الإنجليش. لكن إذا هي ممكن تحدثت مثلاً كويتي ما أفهمها، إذا أنا تكلمت مصري مش هتفهمني. فأنا شو نسوي إحنا الاثنين؟ نعمل كود سويتشينج، يعني تبديل، نتكلم شوية عربي الأشياء المفهومة، والأشياء المو مفهومة نخليها إنجليش، فالإنجليش مشترك وإحنا نعرفه فنتكلم بأشياء مشتركة عشان نفهم بعض. And that's all. هذا معناته كود سويتشينج، يعني التغيير بين اللغة، بين اللغتين أو لغتين أو أكثر أوكي. كود سويتشينج مو شرط باللغتين، لا، مالتي لينجوال يعني اثنين او اكثر، مو شرط اثنين، يعني اثنين او اكثر اوكي. وطبعا هذا الشيء طبعا لما يكون في
لغتين مختلفتين، فمعناته في نفس ما قلنا culture، اثنين culture مختلفين، وبالتالي ethnicity مختلفة. ethnicity اللي هو العرق، العرق مختلف. اوكي اوكي خلص. اوكي ستايل شيفتنج. ستايل شيفتنج انه احنا بنتحدث بنفس اللغه لكن لهجات مختلفه. نفس مثلا الحين I am Egyptian، مثلا Egyptian، لكن اتحدث شويه، ممكن شويه كويتي، شويه سوري، شويه وات ايفر. اوكي ليش؟ لان على يعتمد على الطلاب. يعني انا مثلا اعرف ان اغلب طلابي كويتيين، فليش انا اقعد اتكلم اني you know an Egyptian dialect وانا ادري انه هم كويتيين؟ فكويتيين يفهمون على كويتي اكثر، so why؟ فاسوي style shifting. style shifting ف I adopt different accent. الاكسنت بس هي المختلف، لكن هل غيرت اللغه؟ لا. الكود سويتشنج، كود سويتشنج بين اللغات، لكن style shifting بين اللغه نفسها، لهجات اللغه نفسها. مثلا بالانجلش، امريكان انجلش، بريتش انجلش، I can speak the British accent مثلا، British accent, but you won't understand anything from what I'm saying. Okay, in the British accent everything is different, so it's faster. وياكلون الحروف. Okay, so I say it's faster and you also, okay, so you won't understand. Okay, فأنا أسوي مثلا style shifting بين ال British accent لا ال American accent. ال American accent أسهل، أبطأ، والأحرف أوضح. Okay, فتفهمونها أفضل. وإحنا مع إن الجامعة نفسها بريطانية والانجلش فيها بريطاني، وعادة بالبداية كنت أشرح كله انجلش بريتش، بس حسيت أنه صار صعب على الطلاب أنهم يفهمون. فلا، خليت أنه سويت ستايل شيفتين، عملت شيفت بين البريتش أكسنت خليتها انجلش أكسنت، هي نفسها still English لكن التغير في الأكسنت أو الديالكت، لهجة. أوكي لهجة نفس ما قلنا طبعا بالأمثلة العربي والإنجليش. ليش احنا نسوي كود سويتشنج؟ عشان يكون في communication more effectively بشكل افضل، ولازم يكون في collaborative communication، يعني لازم يكون في المحادثه او الحوار يكون في تعاون بين الاشخاص، انه انا متعاونه، انا احاول افهم اللي قدامي. يعني انا اتكلم مثلا، يعني ليش انا مثلا خليت American English؟ تعاونا مني مع الطلاب، يعني ان انا اسهل عليهم، فمن كذي انا سويت، فهذه سهوله التواصل. في نفس الفكرة، إن أنا سهولة توصيل المعلومة، سهولة التواصل. أنا أبي أحقق هدف من هالكلام، شنو الهدف من هالكلام؟ إن أنا أشرح مادة. فإذا ما حققت هالهدف فأنا ما سويت effective communication، فأنا كل ما أوصل المعلومة كل ما يكون communication أو التواصل effective فعال، وأنا وصلت الفكرة. لما الناس تتكلم مع بعض يعملوا share experience. كيف يعني share experience؟ يعني أنا تكلمت مع صديقتي وقلت لها مثلا إن تذكرين أمس لما كذا 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 وصار كذا وصار كذا، فأنا شاركتها تجاربي، فصار هي الحين شاركت بتجاربي. شلون؟ بإن أنا قلت لها. فلما شخص يروي لشخص تجاربه فكأنه أشرك الشخص الآخر في التجارب مال الشخص الأول. understand؟ فبس إن هذه هي forms، لكن في شكل spoken narrative، في شكل روايات شفوية. مو الاكسبيرينسز تكون تجارب واقعيه على ارض الواقع. اوكي، لكن لما انا انقلها عن طريق الكلام فصار اللي قدامي انا شاركته تجاربي لكن شفويا عن طريق السبوكن ناريتيف. اوكي لوبوف اند ولتسكي تكلموا عن السكس كاينز اوف ناريتيف كلوز، وحددوها في هذه السكس ستيبس. اوكي ابستراكت، طبعاً بالعالمين بيقولوا إن الناراتيف، السبوكن ناراتيف، إن الكلام السبوكن، فهذا طبعاً عنوان stories, accounts and identity، إن إحنا بنقول الكلام لكن في شكل story. شفتي أمس أنا رحت وطلعت ورحت وسويت وقلت ورحت وجيت وكليت ورحت، أوكي story. أوكي، فهم بيقولوا إن الستوري تتكون من 6 خطوات ولازم تيجي بالترتيب. هذا رأيهم. الأبستراكت، brief review about the narrative is about، بعطيكم بالبداية مثلا وأنا قاعدة أتكلم عن شيء،
وبقول لها امس صار شيء ما راح تتوقعينه، فهذا الابستراكت شيء مختصر. ان انا راح اقول لها شيء ما راح تتوقعه، فهذا ان هي انا قاعده اقول لها شيء هي ان انا قاعده اقول لها شو راح يكون الموضوع، الموضوع عن شيء هي ما راح تتوقعه. اوكي women are complicated sorry. فهذا الصدق يعني احنا نسوي كذي، راح اقول شيء ما راح تصدقين. بعدين where and when the story took place، نبدا نقول لها الاورينتيشن المكان والزمان، اقول لها ما راح تصدقين شنو صار. الحين انا سويت اول خطوه، امس وانا بالمتحف اوكي فصرت المكان والزمان. complicating action، لازم يكون في action حدث غير متوقع وغير عادي، unexpected غير متوقع، unusual غير عادي. عشان اقول لها قاعده اقول لها ان في شيء ما راح تصدقين، فلازم يكون شيء واو، شيء غريب، شيء غير متوقع. اوكي ابدا اقول لها مثلا مثلا البريف ان انا ما راح تصدقين شنو راح اقول لك، امس وانا بالمول شفت واحد كان طوله 3 متر. تقول اوه وات مثلا، هذا شيء هو مو طبيعي. اوكي الريزولوشن which in which the complicating action come to end، اللي هي الريزولوشن اللي هي النهايه. وبعدين اقول لها وبعدين والله انا شفت كذي قلت او ماي جاد لا هذا انا ما راح اروح صوبه، اذا رحت راح اشوف نفسي حيل قصيره، فطلعت من المحل. فهنيجي انا قاعده اسحب الحوار، قاعده افنش، قاعده اخلص. كودا the end of the telling، نهايه القصه. which brings the focus back to the present time، اللي هي الكودا لها نهايه الكلام واللي هو يرجعنا للوقت الحالي. فانا اقول لها مثلا طلعت من المحل وقلت ان انا خلاص ما راح اروح مثلا صوب اي احد طويل مره ثانيه، او ما راح اروح ذاك المول خفت، او مثلا وات ايفر. فانا رديت للبريزنت ان انا البريزنت هذا ان هذا قرار انا خذيت الحين ان انا ما راح اسوي مثلا، ما راح اروح نفس المكان مره ثانيه لانه ما ابي اتعرض لنفس التجربه بلا بلا بلا. انا طبعا قاعد اعطي مثال خيالي اوكي اي شيء انه بس تفهمون. ايفالويشن التقييم ذا بوينت اوف ذا ستوري، انا ليش قاعده اقول هالقصه؟ Why the story is important؟ ليش مهمة؟ While the other elements typically occur in order above, evaluation can appear at any point within the story. كل الخطوات اللي فوق لازم تكون بالترتيب، ما عدا evaluation اللي هو التقييم ممكن يكون في أي مكان من أماكن ترتيب أحداث القصة. السياق اللي هو مفهوم القصة، ليش أنا قاعدة أقول هذا؟ ممكن ندمج evaluation مع أي واحدة، يعني ممكن ندمجها مع الأولى إن أنا قاعدة أقول لها شيء ما راح تصدقه. Very silly, there is nothing here, and usually there are no questions here, but read them, you can read. I was going to skip it. لكن ما قلت لا خلني ما أطوف شيء, okay? Not necessarily in a regular conversation. مو شرط هالإلمنت تكون في الكونفرزيشن العادية, لكن in interview مثلا, في مقابلة, سيناريو مثلا, فيلم, interview, okay? فيقولون ان التحليل انه لا مو شرط هالاحداث كلها تترتب، مو شرط ان احنا كل مره نسوي ستوري يكون في هذا الشيء بالترتيب، لا يكون موجود خاصه في الاماكن اللي يكون فيها انترفيور، فيعطي اسئله محدده، اسئله عن اشياء محدده. اوكي هذه conclusion collaborative telling، وهذه الاشياء اللي هي درسناها وليش الاشياء هذه مهمه. اوكي we have finished the lectures. The lecture. This lecture المفروض كانت تكون على محاضرتين. المفروض هاللecture هالمحاضرة تكون على 2 ساعة ونص ساعة ونص. بس طبعا I was sick كنت مريضة وما قدرت إني أسوي، وطبعا عندكم quiz. فقلت لا خل أحط like compilation إن أجمع الاثنين ويكون إن مرة واحدة and you get the full. وطبعا عندكم أيام إن تدرسون على راحتكم. كنت أقدر أنا أسوي إن المحاضرة الثانية بيوم يومين ثلاث. فقلت لا خل مرة واحدة إن يكون عندكم وقت إن تدرسونها وتشوفونها more than one time. Okay. So good luck. Whenever you have any question, whenever you have anything, you can always contact me on this number, mobile Arabic. This is my mobile number. Okay, you can contact me always, and I will always help you. Whenever you have a question, whenever you need anything, أنا أعطي كل مواد الأدب. اوكي شرح حتى مساعدات مو شرط شرح، يعني اي احد يحتاج اي شيء باي ماده just contact me and I'll be gladly helping you. Okay, have a good night and sorry for being too long. Enjoy your lecture and enjoy your time, enjoy your night. Okay, good evening.